السيدات والسادة الحضور الكرام، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتحقيق طموحات وأحلام وتطلعات الشعب المصري العظيم، وتسعى دوما لضمان تمتعه بحقوقه التي كفلها له الدستور والقانون. نستعرض على حضراتكم الآن فيلما تسجيليا يتناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. انطلاقا من إيمان الدولة العميق بأن بناء مصر الحديثة يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان من أجل تحقيق التقدم والارتقاء في كافة مناحي الحياة، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحقوق الإنسان. عايز أعيش في أمان وبحرية. توجد حزمة من القوانين التي تكفل وتعزز الحق في الحياة الآمنة وحرمة وسلامة الجسد، وينص الدستور على الضمانات التي تكفل الحرية الشخصية. مش عايزة تحاوج لحد. تم إعمال تدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإطلاق برنامج تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وإطلاق مشروع تنمية الريف المصري بتوفير مياه شرب آمنة، شبكات صرف صحي وشبكات الكهرباء. أنا عايزة أعرف أقرأ وأكتب. مش عايزة أتضرب. في مجال حقوق الطفل ارتفعت معدلات القيد لجميع المراحل التعليمية، وانخفضت نسبة تسرب الأطفال من التعليم، وتم التوسع في إنشاء المدارس وتطوير المناهج، وتم إصدار قوانين تحمي الطفل من جميع أشكال العنف. أنا نص المجتمع. تم إحراز تقدم حقيقي على صعيد التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 26.2% و13.3% في مجلس الشيوخ، وتبلغ نسبة الفتيات في الجامعات المصرية 54%، واعتلت المرأة منصة القضاء، وتم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. عايزة أصلي بحرية وأمان. لأننا نسيج وطني واحد، تم إصدار قانون بناء وترميم الكنائس وتقنين أوضاع عدد كبير منها، بلغ حوالي 1800 كنيسة ومبنى حتى ديسمبر 2020، وتم تكثيف الجهود لمواجهة التطرف ومحاربة الفكر التكفيري ونشر قيم التسامح ومراجعة المقررات الدراسية الدينية في المدارس، وتم إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة السيد رئيس الجمهورية. هنتجوز أول ما نلاقي شقة. تم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي كأكبر مشروع سكني في تاريخ مصر، ويتم تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية. عايز حد يوصل صوتي. تم استكمال المؤسسات التشريعية باستحداث مجلس الشيوخ ليقوم بدوره جنبا إلى جنب مع مجلس النواب، وضمان التمثيل المناسب للعمال والفلاحين في المجلسين، وتم إنشاء هيئة وطنية للانتخابات تتمتع بضمانات الاستقلال الدستورية. عايز أعبر عن رأيي بحرية. يكفل الدستور والقانون حرية الرأي والتعبير والإبداع، وحرية الإعلام والصحافة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وجعل إصدار الصحف بالإخطار، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. وتتسم الخريطة الإعلامية والصحفية في مصر بالتنوع، ويوجد في مصر حالياً 585 صحيفة مسجلة، 27 قناة فضائية خاصة، و94 موقعاً إلكترونياً. أنا ليا نفس الحقوق. إيماناً من الدولة بإسهامهم في المجتمع، صدر أول قانون مصري شامل يضمن حقوقهم، إلى جانب توفير التعليم وفرص التأهيل والتدريب ومراعاة احتياجاتهم عند تخطيط وبناء المنشآت. أنا عايزة ابني يلاقي شغل. لأن الحق في العمل من أهم حقوق الإنسان، تكثف الدولة الجهود المبذولة للحد من البطالة، ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أنا كبرت، عايز أعيش مرتاح وأضمن ألاقي علاجي كل شهر. تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وتم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحملة تطعيم فيروس كورونا. أنا عاوز أخذ حقي بالقانون. يؤكد الدستور على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ويضمن تحقيق العدالة، لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتحقيقها، من أهمها ميكنة العديد من الخدمات القضائية والتحول الرقمي في العديد من النيابات. ولما كانت السلطة القضائية هي وسيلة الانتصاف الأساسية، فقد كفل الدستور استقلالها. عايزة ما شيلش هم لقمة عيالي.
تم إصلاح منظومة دعم الخبز وتطوير منظومة بطاقات التموين وتأسيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. عايز أخرج من السجن إنسان أحسن. لذلك تم تنفيذ برامج تأهيلية للسجناء وتطوير وتحديث منشآت السجون والتحسين في مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية. عايز أشارك في تطوير المجتمع من خلال جمعية أو مؤسسة. عايز أوصل مطالبي ومطالب زملائي. لذلك تم صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي وإجراء الانتخابات النقابية العمالية، وتم صدور قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية. ويعمل في مصر حالياً 52,422 جمعية أهلية و58 منظمة أجنبية غير حكومية. جميع احتياجات وتطلعات المصريين السابقة على سبيل المثال وليس الحصر هي حقوق وحريات مكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين، وتلتزم الدولة باحترامها. ويأتي ذلك في ظل ما واجهته مصر من تحديات على المستويات المحلية والدولية والإقليمية. إن الدولة المصرية تسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها العظيم والوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية، وتبذل جهوداً حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان. كما تواصل مصر سعيها من أجل توفير حياة كريمة لضيوفها من اللاجئين الذين يعاملون ويعملون على أرض مصر وكأنهم أبناء الوطن، فلا يوجد في مصر معسكرات أو مخيمات لاجئين. إن الدولة المصرية عازمة على مواصلة جهودها، فهي لا تدعي الكمال وإنما تسعى إليه من خلال التطوير المتواصل، وتضيف كل يوم لبنة جديدة للمستقبل الذي تسعى لتشييده للأجيال القادمة. لا تمييز بين رجل وامرأة، ولا تمييز بين دين ودين، الكل سواء. تعزيز الحقوق والحريات جوهر بناء الإنسان.